طيب النهارده طبعا في دوري ابطال اوروبا ذهاب دور ال 16 بايرن ميونخ فاز على باريس سان جيرمان 1-0. السؤال، هل استحق بايرن ميونخ الفوز النهارده؟ قولا واحدا طبعا. المباراه كانت بتلعب في باريس وكانها يعني بتلعب على ملعب بايرن ميونخ الاليانز ارينا. بايرن كان هو الافضل من كل الوجوه الحقيقه، لحد يمكن نزول امبابي. امبابي هو اللي نزل فرق شويه مع باريس سان جيرمان بعد عودته من الاصابه فرق، ويمكن سجل هدفين الغوا بداعي التسلل. لكن بشكل عام طبعا بايرن ميونخ كان افضل النهارده يا كابتن، ويستحق الفوز عن الاداره طبعا. طب على الجانب الاخر، باريس سان جيرمان بهزيمته على ملعبه هل يستطيع التعويض والاستمرار؟ مستحيله، صعب جدا. بايرن النهارده لعب ماتش كويس جدا. باريس اتحرك لما نيجلزمان اخر خط الضغط، لكن ده مش هيحصل في ماتش المانيا، وبالتالي فرص باريس في الصعود هتبقى صعبه جدا في ماتش العوده باعتبار انه اتغلب على ملعبه. بالظبط. عنده الماتش جاي مين متذكر؟ في الدوري مش عارف قوي، بس هم اصلا لا في دوري الابطال. في دوري الابطال هيلاعب، ما هو هيلاعب بايرن. هيرجع العوده بقى، العوده في العودة المانيا. هل تتصور يقدر يعوض؟ لا صعب، ما يقدرش. صعب. بس واحد مش صعبه يعني، مش بعيده، بس في المانيا صعب. معاك برضو مبابي، معاك نيمار، يعني وجهات نظر يعني. شايف ممكن مبابي كمان يبدا المباراه طبعا. ميسي ما تامنش ميسي ابدا، لكن هي وجهه نظر يعني. اكيد اكيد. طيب نروح